هناك راق في بلادنا يستعمل الصدمات الكهربائية عند الرقية، وهذه الصدمات تسبب في الغالب كدمة في جسم المريض. يقول: ما النصيحة في مثل هذا، وهل يذهب إليه؟ لا يذهب إليه، هذا يضر الذي يذهب إليه بالصدمة الكهربائية، ولا للكهرباء يعني ما فيها علاج. صدمة الكهرباء ما فيها علاج، بل فيها تعذيب. نعم.